قصد الطيران على بيتك، ايش كان الوضع بالبيت؟ وين كنتوا بالبيت؟ بالاول نحن سمعنا صوت طيران. مين كان بالبيت؟ ايش عملت بالتفصيل؟ كنا موجودين في البيت، انا وزوجتي وابني احمد وكنتي وبنته الصغيره وبنتي بتول، واجوا لعنا اختي واولادها. كنا بعد نحن متجهين نروح لتركيا. تروح زيارة لتركيا؟ نحن نروح زيارة لتركيا. في عندي لأني عندي ابني محمد بيشتغل باسطنبول. نعم. هن بدي يروحوا لعنتاب، وبعدين نحن نكمل أنا والحجي الله يرحمه. نروح على محمد زيارة. نعم. وسمعنا صوت الطيران، سمعنا صوت قصف. ما شعرنا ولا شو، طلعت دخلت عندنا على البيوت رماد دخمي. ما حسيت حال إلا الهبط سقف البيت كله علينا. نعم. ما شعرت، انا صرت بغيبوبه، ما شعرت حالي الا في المستشفى. عدد الاشخاص اللي كانوا داخل البيت، انت ذكرت اولادك واولاد اختك. نعم. في بيت واحد. نعم. اثناء القصف بالطيران. نعم. شو كنتوا عم تسووا في البيت؟ يعني عم طبعا طالعين، يعني عم طبع اكلات شغلات هيك في معاه. وكان ابن احمد بده يروح محمود. نعم. كمان عم يستنونا، يعني عم بدعون مشان يودعون، هني ما رايحين. نعم. فسمعنا صوت، ما حسيت حالي الا انا في المستشفى. من بعد ما صحيت، من بعد اربع ايام خبروني. انا توقعت يعني اني ما هو شيء طبيعي صار عندي في البيت. نعم. شو سالت على العائله، بقول يعني اني مرض وضعيين في المستشفى غير مسؤول عنهم. بعد خمس ايام بلغوني اني ام احمد توفت، وابني احمد توفى، وزوجته توفت، وبنته الصغيره توفت، واختي توفت، واولادها اثنين توفوا كمان، وبنتها. وعندي اسعفوا الى تركيا محمود، وبنت اختي كمان الى تركيا اسعفوا الى تركيا. محمود كما شرحنا اخو ابن عمه عفوا. نعم. محمود كان واقف على باب البيت. نعم، كان واقف على باب البيت. نعم. وهو واحمد واقفين على باب البيت. نعم. استشهد محمود. استشهد احمد. استشهد احمد، ومحمود اسعفوا الى تركيا. وحتى الان في المستشفى تحت غيبوبه لحد الان. نعم. لحظه وقوع الانفجار ببرميل الطائره الحربيه. نعم. كنتوا كلياتكم بغرفه وحده ولا؟ لا، مزدعين، عم شيلوا اغراض، عم ينقلوا الاغراض. نعم. مثلا اكلات اللي بياخذوا معاهم يعني. نعم. ايه، مفردين، وهبطوا البيت كله يعني تقريبا فوق المستشفى فوق والشظايا يعني. بعدين خبروني الشباب اني اول طلقه، اول قضيه بسمه نزلت جنب جيراننا، بس البرميل نزل على البيت. الله اكبر. مين اللي طلع من البيت طيب، ومين استشهد العائله بالكامل؟ بالنسبه كم شخص طلع من البيت؟ انا واحد طلعنا، اخي مصوت يعني في ردوده وشبه ردوده كسوره شويه. وكانت اختي طلعت هي واولادها في ردوده، وبنتي بنتي بتقول هي وبنتها، بنتها مضروبه وجهها في وجهها، وبنتي اخي واجرى تقريبا يعني شبه اخي مكسوره يعني هيك وظهرها شويه. نعم. ابنك احمد. نعم. هاي رحمه الله. كان متزوج؟ لكن متزوج وعنده زوج وعنده طفل. عنده طفل. نعم. عمره سنه سنه سنه. استشهدت، تزوجت. نعم. استشهدت. ولد بنت عمر. نعم. على وجهي كلها. وقت الوقوع، لحظة وقوع الحادث. نعم. أعيد أنت عم تقول مباشرة أعيد مباشرة، بس وقت اللي ما حسيت هبط السقف فوق. هبط السقف، بعدين صار فيني معرفة. ما حسيت حالي إلا أنا في المشهد. عمي أبو أحمد، ماذا تقول للعالم؟ يا أخي أقول للعالم، أولاً أوجه إليهم تحية، واوجه لهم ان العالم عم يتفرج علينا ان سمعوا اني بيت ارهابيين. اين ارهابيين؟ نحن مدنيين، واللي استشهدوا كل النساء واطفال، وعم بضربوا بيت، عم بضربوا بيت مدني. اي ارهابي، اي مين سمعوا؟ نحن اسلام يعني كفرنا نحن يا اخي. عم يقصفوا بيتنا ويقصفوا بيت المدنيين، مو بس انا، في عده بيوت كمان ضربوها يا اخي. طيب هسه نحن ايش ذنبنا؟ بيجوا بس اني عم بكلمة اخي ارهابيين. وين ارهابيين؟ من اللي قتلوا؟ الحمد لله صور موجودة، نساء واطفال وشباب. اين ارهابيين؟ ايش ارهابيين؟ نسأل الله.
والله نحن ابن السلام حسبي الله رب ونعم الوكيل فيه، ونتجه الى الامه الاسلاميه بس بيشوفوا المناظر اللي وقت اللي قصفوا بيتي، شلون تهدم بيتي وشلون ماتت زوجتي وابني وكنتي وبنتي واختي واولادها. طلع التلفزيون في ارهابيين في الانتخابات. طب من منين جاب الارهابيين؟ طيب فرجيني الارهابيين عم بقصفوا قصف البيوت المدنيه ارهابيين؟ يا اخي الارهابيين اذا كان مثلا قلة اخي في معسكر في شنو اخي عم تجيب لي اثبات، هو منين معسكرات؟ عم بقصف بيتها. اذا هني عم بصنع وتصنع اني في ارهابيين، فرجيني الارهابيين. طيران حربي عم بيستهدف بيتنا وبيتي وبيت غيري، ما هو بس من قبل كمان بثلاث ايام في بيت غربيتنا اخي كمان قصفوا، ماتوا بجي اطفال، بجي سبعة ثمان اطفال. طيب انا رشيد الارهابيين الاطفال عمره سنه وسنتين وثلاثة وخمسة ارهابي؟ نعم اطفال ونساء. الاطفال نساء فرجين الارهابيين. ماذا توجه للعرب؟ للاسلام للمسلمين؟ والله اوجه للعرب الاسلام. ماذا تقول لكل شيء؟ هل عم شوف معاناتك؟ عم شوف فقدانك يا عائلتك؟ يا سيدي عم شوف مخدل عندي مساكين في يعني في صدرهم شيء، بس كما يقال العين بصيره واليد قصيره، وحسبي الله ربي ونعم الوكيل. يعني اذا ارادوا ان يساعدونا انه اذا ما في ما عند المجال، ما عند المجال يجوا يساعدونا ان كان الامه الاسلاميه وام العربيه، وفي عند طبعا الدوله هي، بس الشعوب اربع بتحتر علينا على الاطفال نحن وغيرنا، يعني في اي دوله اسلاميه في اي وحتى ان كان ما هي دوله اسلاميه في اعتداء، نحن نبكي على الاطفال والنساء اللي عم بتروح خير. نحن الامه الاسلاميه انه رحيمي بين مهل الاسلاميين والمسيحيين والسنه، نحن احباب بالله سبحانه وتعالى. نحن عدنا يتاثر على الأم الأوروبية، إذا واحد هجم عليها نتأثر على الأطفال والنساء اللي عم تروح ببلاش. والله يجزيهم خير أكثر من هيك ما نسأل. إذا أرادوا يساعدوا ما بحسوا يساعدوا أكثر من أضعف الإيمان في قلب حسبي الله ربي ونعم الوكيل. ماذا توجه كلمة للعرب وللمسلمين؟ والله يوجه كلمة للعرب وخاصة للجامعة العربية، إني رحم الله أنتم عم تجتمعوا بالجامعة العربية بس للكلام وللتمثيل، أم تعملوا بالقوة والهجوم وتوقفوا وقف الشرف مع الأخي مع الأمة الإسلامية مع الشعب العربي السوري؟ ما أنا فرحانين بس يا والله اجتماع في الجامعة العربية والجماعة والاجتماع في نيويورك والاجتماع أخي، بس كلام. إذا كلام ما بدنا كلام يا أخي. ما حسن صدق وش عصرنا رايح صرنا سنتين. واقفين مكتوفين الأيدي بس بالكلام. طيب هل الناس عم تقتل؟ هل الشباب عم تقتل؟ هل النساء عم تقتل؟ هل الأطفال عم تقتل؟ هل الشغلات الماء مقطوع عنا؟ الكهرباء مقطوع عنا؟ الخبز مقطوع عنا؟ كله عم تتقاطع؟ طيب من يعني تمثيل يحكي؟ إذا ما مجتمعين بالجامعة العربية لو حدا مجتمعين كل الدول مع بعض ما حدا عربي دوري بياكلوا. بلشت في تونس، بلشت في مصر، بلشت في ليبيا. شكوا شعوب عربي. ماذا توجه كلمة للشعوب العربية؟ والله الشعوب العربية متخاذلة. نحن قبل وقت اللي صار في العراق استعبدنا العراقيين ودعمناهم، وقت اللي امسك في سنه 2006 في لبنان اوينا الشعب اللبناني. ما هو اني من نيه، لا هذا حقنا وحق الاويه، وساعدناهم ووقفنا لهم موقف الرجال معهم. وحالها الشعوب العربي من ايش خوفني؟ من ايش خوفني اذا وقفوا معنا وقفه رجل واحد؟ اني شايفونا شلون عم نتذبح، الاطفال عم تتذبح. ويا ريت مين؟ ما هو من جاي من خلق التانيين عم بضربونا، نحن دولتنا هي عم تضربنا. لا عم تضربنا من عندك اليهود، ولا عم تضربونا اخي بغير دولة أوروبية، نحن دولتنا فقط. طيب ليش واقفين مش عم تستنوا يعني؟ مش عم تستنوا؟ خوفانين بنموت؟ الرجل كلمة حق. هاي كلمة حق أمام السلطان جاي نضرب
جرى في سبيل الله. على ايش؟ بتقول حياتي ما بتكون الدنيا كلها تفاهمين. بس والله الظلم هو كويس كم. الظلم هو كويس اذا الام الاسلاميه والعربيه ما عرفوا كيف الدنيا اللي عم يشوفوا على التلفزيونات. شلون التذبيح عم تذبحوا اطفال؟ وشلون اخي الطائرات اخي عم تلقي براميل؟ ما يعني ما عم ترحم ولا انسان. يعني هلا نحن امس جيراننا وقبل بعض جيران في غير الحاره، وحلو امبارح اليوم نحن في حاره الي ضربوني الي وجيراني كمان اخي كمان تاذوا كمان اخي. طيب الشعوب العربيه الله يسامح، طيب ما بتسمع شو بدنا نسوي يعني؟ اني هن عم يشوفونا ايش عم نسوي؟ متخاذلين يعني الله ورسوله اعلم. شو نسوي يعني؟ اسم الله العظيم. يا اخي نحن بنبي الكلام الاساسي، نحن ما لنا غير الله، ما بنوحد غير الله، وما لنا غيرك يا رب العالمين، ما لنا غيرك يا رب العالمين، وما لنا غيرك يا الله يا اكرم الكريمين ويا ارحم الراحمين، ما لنا غيرك يا الله، وحسبي الله ربي ونعم الوكيل. هل تسمع الامه العربيه والامه الاسلاميه؟ نحن ما لنا غير الله، ولا نتوجه الا الله، ولا نستقوا الا بالله سبحانه وتعالى. ان ينصركم الله فلا غالب لكم ويثبت اقدامكم. انا لله وانا اليه راجعون وحسبي الله ربي ونعم الوكيل. يا صوتي انا على كل حال كمان عندي صوتي كمان هي يعني صوتي كمان ايدي الثانيه هي فهون كمان عندي صوتي هي يعني كمان كتب الله رب العالمين كتب لنا السلامه نحن وطبق توفي الله يتغمد برحمته امين يا رب. وهنا في هذا البيت حصلت من أبشع مجازر التي حصلت في مدينة بلاد صهر القصف الطيران الحربي، وكانت الضحايا كبيرة وكان الدمار بشكل مرعب، لكن الحمد لله رب العالمين في هذه الفترة ترمم الشيء القليل من البيت. في هذا المنزل حصلت أبشع أو من أبشع المجازر التي حصلت بسبب قصف الطيران الحربي على هذه المدينة. السلام عليكم. تفضل. قصف البيت. والله قصف البيت، احنا كنا قاعدين في البيت ما حسينا شو اول قذيفه، اول برميل نزل علينا والثاني اللي حصل معنا نحن ما حسينا يعني. اللي انا شعرت حالي عن اخي في المشفى، وبعد ما صحيت بعد اربع خمس ايام نبؤوني اني بزوجتي وابني احمد وزوجته وبنته صغيري واختي ومعها اربع اطفال مع اربع اولاد استشهدوا. استشهد زوجتك؟ زوجتي وابني احمد وزوجته وبنته وابني محمود سعفوا لتركيا حتى الان موجود في المشفى مغمي عليه، صار له حلا شهر و10 15 يوم اغمي عليه لحد الان لسه ما صحي. الله ينزل له بالشفاء يا رب. والاعمار بيد الله. واختي يعني كانت عندي موجوده كمان. نعم. هي ومع اربع اولادها، ولدين وبنت، وعندها ولد ولد كمان في المشفى. يعني في هذا البيت استشهد 8 او 9 اشخاص في نعم. هذا الميت. ميني نعم. 8 اشخاص ميني. في قصف الطيران الحربي. نعم. هذا ما خلفه الطيران. تفضل. طيب عرفت ايش الاسباب اللي صار فيها القصف؟ عرفت ايش والله ما عرفنا لا اسباب ولا شيء. يعني عصابات مسلحه بالكويت هم يقالوا هيك ان جابوها في على التلفزيون السوري اني بيت ارهابي. بعد ما قصفوا البيت نقلوا على التلفزيون السوري هيك انا اخبروني من بعد ما خرجت من المستشفى انبؤوني قال اني سمعوها بالتلفزيون السوري اني قصفوا بيت ارهابي. نعم. منو في الارهابي؟ انا ارهابي. ما كنت انت هون في عندك ارهابيين؟ نعم. ما كان في عندك ارهابيين تقصفوا البيت؟ منو ابني اخي وزوجتي ارهابيه وابني ارهابي وبكنتي ارهابي وهالطفلي الاطفال اللي ماتوا ارهابيين هذول؟ صح مضبوط. حسبي الله. اللي طفلي لسه طفلي عمره سنة